السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التعاقدات الخرافية اللي قامت بها أندية الدوري السعودي وكثرة اللاعبين من الصف الأول الذين أتوا إلى الدوري السعودي، يجب أن أتحدث عن اللاعب المحلي السعودي. هل كثرة النجوم ستؤثر إيجابا أم سلبا على اللاعب السعودي؟ بداية، خطة المملكة هي بناء دوري عالمي بضم نجوم من الصف الأول، وهي خطة طويلة الأمد تدعم المملكة اقتصاديا وأيضا إعلاميا، وأيضا تدعم ملف استضافة كأس العالم للمملكة. ومنذ سنوات رفع القيمين على الدوري السعودي عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 لاعبين من أجل تحسين أداء الدوري السعودي. بحسب العديد من المتابعين فالخطة تسير بنجاح، فرفع عدد الأجانب في الدوري السعودي كان سبب بقوة المنتخب اللي ظهر عليها بنهاية كأس العالم بقطر عام 2022. وحاليا يبلغ عدد اللاعبين الأجانب حوالي 27% من إجمالي عدد لاعبين الدوري السعودي. لما نحكي عن 8 لاعبين أجانب عم بيشاركوا مع كل فريق، يعني عم نحكي فقط عن 3 لاعبين ممكن إنه يشاركوا بالتشكيلة الأساسية. وطبعا هؤلاء 8 لاعبين هن لاعبين سوبر لا غنى عنهم بالتشكيلة. عم نحكي عن أمثال كريستيانو رونالدو وماني ومحرز والعديد من اللاعبين، وأيضا خصوصا بالفرق المقدمة أمثال الاتحاد والهلال النصر وايضا الاهلي اللي هن المفروض يكونوا خزان للمنتخب. يعني انه عدد كبير من النجوم السعوديين حيكونوا حابسي الدكه بالموسم المقبل، ناهيك عن وجود اكثر من 12 حارس اجنبي في الدوري السعودي. مثل ما كنا بنعرف انه العديد من الدول وخاصه الدول العربيه لغت قرار استخدام الحراس الاجانب لضمان هذا المركز المهم في منتخباتها. ببساطة هذا الأمر حيأثر على اللاعب المحلي السعودي بالحالتين الإيجابية وأيضا السلبية. بالحالة السلبية حيكون تأثير اللاعب السعودي داخل الملعب أقل بكثير، نظرا لأنه كل الأنظار حتكون متجهة للاعب الأجنبي، ومن الطبيعي أنه يكون أفضل من اللاعب السعودي لأنه حتكون جودته عالية أكثر. وطبعا هناك حيكون عدد دقائق أقل للاعب السعودي مقارنة باللاعب الأجنبي اللي حيكون الاعتماد عليه أكبر بالتشكيلة الأساسية. ومثل ما بنعرف أنه النجوم الموجودين حاليا بالدوري السعودي هن نجوم فاعلين حتى لو كانت أعمارهم كبيرة، أمثال كريم بنزيما وكانتي، والعدد الكبير اللي هن فوق 30 حيأدوا 90 دقيقة وربما أكثر من 90 دقيقة نظرا لجدتهم العالية. طبعا اللي كانوا يتوافدوا على الدوري السعودي والعديد من الدوريات الصيني وأيضا الإماراتي هني كان لاعبين تقريبا منتهيين بيجوا موسم واحد وبيعتزلوا، ولكن الأمور اختلفت في الدوري السعودي في هذه الأيام. فاللاعب الأجنبي اللي عم بيكون موجود عم بيكون فعال وأيضا عم بيلعب دقائق أكثر من اللاعب السعودي. حتى الفرق المتوسطة أبرم التعاقدات مع لاعبين عرب سوبر يعتبرون في بلادهم، فأيضا اللاعب السعودي حيكون بمواجهة مع هذا اللاعب العربي أو خلينا نقول لاعبي الصف الثاني اللي هن أيضا حيحاولوا إثبات نفسهم بأرض الملعب وحيحاربوا اللاعب السعودي داخل الملعب كرويا. طبعا هذه الأمور اللي ذكرناها هي من الناحية السلبية، أما من الناحية الإيجابية فاللاعب السعودي حيستفيد من الخبرات القادمة من أوروبا، حيستفيد من احتكاكه مع المحترفين داخل الملعب وخارج الملعب. فاللاعب السعودي الآن هو مطالب بإثبات نفسه، مطالب بأنه يحط جهد أكثر داخل الملعب وخارج الملعب لإثبات نفسه أمام الملايين اللي حتشاهده داخل السعودية وخارجها، وأيضا لإثبات نفسه أمام الفرق اللي عم يلعب فيها، وأيضا من أجل أنه يحجز مكان له بالمنتخب الأول. الناحية الإيجابية الكبرى اللي حتجنيها السعودية أو خلينا نسميها الكنز المخفي اللي ما حدا عم يحكي عنه هي اللاعبين الشباب والناشئين اللي حيتربوا وحينشأوا بجو محترف ومختلف كثيرا عن اللي كانوا يعيشوا بالسنوات الماضية. ففيما بعد في السنوات القادمة لما نحكي عن لاعبي المنتخب السعودي نحن بنكون عم نحكي عن صفوة اللاعبين السعوديين اللي هن استحقوا فعلا أن يكونوا في هذا المنتخب، لأن حيكونوا استفادوا من الجو الاحترافي الموجود داخل الدوري وأيضا الخبرات اللي اكتسبوها من الأساطير الموجودة في الدوري السعودي. كنت معكم أنا حسن صالحة، تابعوني دايما على فيسبوك وعلى يوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.